احنا الجزائريين نبغوا بزاف البوريك، يعني قلت لكم البوريك ديروه في الكوشه، حبسوا من هذاك القليان، حبسوا من هذاك القليان ديروه في الكوشه، ديروا حتى تكون عندكم السنيوه هكا، ولا ندير فيها كاع الخضر وندير فيها شويه زيت الزيتون وندخلها في الكوشه تاعي، والله تجي مليحه نقدروا ناكلوها. بان ايفيتو هذا الدسم. ديت فايده من هي من عند الميدسا هذا، الله يبارك عطاني كاع صوالح بزاف. انا عندي ابوبخي 12 ans ديابيتيك، نروح نجيب الدواء وان شاء الله. ايه بصح جامي ديت نصائح كيما اليوم، والله العظيم عطاني بوكو دو كونساي اللي نفعوني. باغ اكزومبل ديري لي با على رجلي راهم يضروني، هذه ما على باليش بها. صوالح بزاف ما تخليش، عطاني لو تو تاع شحال يطلع الديابيت، ما تخليش يفوت لك 1:20 1:30 صباح بعد الاكل، يليق ما تفوتيش 1:60 ما تعيشي مليح. لا مارش مشي، عطاني بهاد الصوالح اللي نصائح اللي عجبوني بزاف. والجانب التغذية، جانب التغذية ناكل الحلو صادير، ما نقدرش نصبر عليه. فهمتني باللي لي ليموناد ايفيتي، لي بواسون ايفيتي، لي ليغوم فيغ، لي ليغوم فيغ تكوليهم، كولي بزاف الفواكه الخضر. الفواكه ثاني علمتنا كيفاش ناكلو بالطبع ماشي ناكلو خلاص. الريجيم واش هي الحاجه اللي لازم ما تدوريش بها، واش هي؟ فهميني شوف على الريجيم. انا قالوا لي ما تدوريش بها كيما حاجه جلابيه غاطو، هاي اللي فيها السكر الابيض. قالوا لي كيما التمر كوريزو كاع لا كوزيتي التمر، قالوا لي لا ولا تقدري تدوري لو التفاح، قالوا لي كل شك البنان شك، ولازم قالوا لي تاكلي لازم ماشي كي 12 ما تاكليش حبه. هذه شوفي كيما الفاكهه، كاين غير بعض الفواكه اللي تطلع السكر بزاف، الواحد يفيتيها ولا الا كلا ياكل حاجه قليله كيما التمر، كيما قلتي زوج حبات ثلاث حبات واحد ما يفوتش. واش لاحظنا اليوم كاين عده مرضى للاسف الشديد ما عندهمش المعلومات الكافيه حول النظام الغذائي ايضا والعادات الصحيه السليمه اللي لازم يتبعوها، خاصه مع الشهر الفضيل. على داك الشيء ارتئينا باش نديروا هذه الايام التحسيسيه باش نعطوهم هذه المعلومات الاساسيه للوقايه من الوقوع في المضاعفات. لديكم تشربوا الماء، نديروا لي تيزان، تيزان هذوك سون سكر، لي تيزان هذو مليح لينا، مليح لينا في السهره تاعنا، ونحبسوا هذوك القهوه وهذوك السكريات، قلب اللوز، الصوالح نحرقنا، لي جو، سيرتو هذو لي جو، انا عندي ناكلها حبه تشينا وناكلها خير من نعصرها، هذاك العصير ماهوش حاجه، يزيد في المقدار. عندنا كيما نقولوا الفاكهه اللي ناكلوها، عندنا كيما نقولوا لي فخاز الفراوله الاندكس تاعهم المؤشر تاعهم ماهوش طالع، ماذا بينا ناكلو ناقص ناكلو منه. وقناه تاع الفصليه اللي في هضره صحيح، ناكلو منه ولا ندو حبه تشينا ولا ندو حبه تفاح، هذا هما الاخر تاعنا. المؤسسه الصحيه وعلى راسها مستشفى تيتمسيلت، المبادره اللي قامت بها وهي تقريب المؤسسات الصحيه والمستشفيات بطاقمها الطبي والشبه الطبي من المواطن، وخاصة ونحن على أبواب شهر الفضيل رمضان الفضيل واللي تكثر فيه إشكالات صحية خاصة لدى أصحاب الأمراض المزمنة، أمراض سكري، ضغط الدم أو أمراض مشابهة. في الحق كانت مبادرة رائعة، التكفل من السادة الأطباء والشبه الطبيين بطريقة جدية رائعة، نشكرهم على المعلومات المقدمة وعلى التوجيهات، ونظن إن شاء الله هذا الخطرة هذه رمضان إن شاء الله يفوت على أفضل حال بحول الله. مشكورين، بارك الله فيك. بمناسبة دخول شهر رمضان ونحن على الأبواب للوقاية من الأمراض المزمنة وتحسيس المواطنين وكافة سكان مدينة تسمسيت على أولوية الحفاظ على الصحة، وخاصة في هذا الشهر
توعوية وتحسيسية من أطباء مختصين وكذا الطاقم الطبي لفائدة أمراض السكري، أمراض ارتفاع الضغط الدموي وكذلك أمراض مزمنة الأخرى، وتوجيهات وإرشادات من المختصين في التغذية بالحفاظ على الحمية الغذائية مع الوقاية من المخاطر التي قد تحدث لهم.